اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه في النسخه الثامنه لهذه السنه من مناورات نيمسيس او الانتقام، والتي دائما تحضرها كل من فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، الولايات المتحده الامريكيه، مصر، اليونان، والى جانب قبرص الروميه او اليونانيه. في هذه النسخه وصل الوضع الى ماساه بوصول قطع بحرية إلى 2 كيلومتر فقط عن الجرف القاري التركي، كيلومترين فقط. هذا يعني بالنسبة لأكار الذي كان قادما من أذربيجان بأن هذه العملية يجب أن تلغى فورا، ولذلك قدم مباشرة نافتكس مضاد وألغى النافتكس الذي تقوم عليه الولايات المتحدة الأمريكية باسم مناوراتها اليوم والمسمات الانتقام. من ينتقم ممن؟ هذا هو السؤال. الأتراك يحذرون وبشكل كامل من إسقاط طائرات أمريكية والتعاطي مع وضعية هذه المناورات كوضعية حرب بعد إلغاء نافتكس لارناكا الام اي 90383 على 21 باعتباره خرق لميثاق تأسيس هذه الدولة من الأصل. وبالنسبة لأنطاليا فهناك الاف اي 63031، وهو التحذير او النافتكس التركي الذي ألغى نافتكس لارناكا. فأصبح وضع القوات الأمريكية اليوم بدون شرعية، بحيث أن هناك حرب النافتكس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين تركيا. الوضع اليوم هو أن هناك نافتكس مباشر وعلى الخط 28 شرقا، والذي لم يحدد بين اليونان ومصر تناور في تركيا إلى الساعة 4:00 في 30 نوفمبر. يتحدث الجميع عن محاولة الوصول مع اليونان، إلى أن هذه الجزر خصوصا جزيرة مايس وهي حوالي 9 كيلومترات في مقابل كاس التركية 72 ميل عن رودس، وفيه فارق ميل واحد عن أنطاليا التركية. في هذه الجزيرة اليوم يخوض الجميع حرب ما سمي بالبلاغات والبلاغات المضادة، وطبقا للوزان 23900 وأيضا باريس 47900، فإن اليونانيين يقولون بالملاحق اتفاقية لندن والبند 15 من اتفاقية أثينا والثالث عشر من لوزان والرابع والسادس من اتفاقية المضايق وأيضا البند الرابع عشر من اتفاق باريس 47900، فإن مثل هذه الوضعية مقبولة. لكن واقع الحال أن هذه الجزر كلها غير قابلة للتسليح، أي أنها غير معسكرة أو ضد عسكرة الجزر بما فيها مايس حسب اتفاقية باريس 47900 إلى حدود 30 نوفمبر. هذا ما تطالبه به تماما تركيا. اليوم تركيا تلغي ترخيصا كاملا، ترخيصا بحريا كاملا، وبل ان اكار يقول، وزير الدفاع التركي يقول بضرورة الغاء مثل هذه المناورات. اذا هناك حرب مباشرة، حرب بلاغات مباشرة، يصبح فيها وضع الجيش المصري والمشاركين عموما الامريكي في مقدمتهم، أيضا البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين والمصريين إلى جانب اليونانيين والقبارصة، كلهم اليوم من خارج الشرعية، لأن هناك نافتكس وهناك أنتي نافتكس، هناك إعلان أو بيان بحري بهذا الخصوص وهناك بيان مضاد. وبالنسبة لهذه الأزمة ستستمر إلى 30 نوفمبر، لأن إلغاء ترخيص تركيا لكل ما يجري الآن واعتبار كل ذلك غير شرعي، هذا تطور ملموس دفع مباشرة إلى إعلان ما سمي بإعلان حرب. المشكلة اليوم بالنسبة للأمريكيين جمدوا حركتهم فورا بعد عدم قبول تركيا لأي إجراء عسكري الآن. إلغاء مناورات أمريكية هو هدف اليوم، هدف تركي بحت.
وبالتالي فإن ما يجري الآن هو محاولة للوصول إلى توافق يسمح من خلاله التركي بمناورات لا تصل بأي حال إلى هذه المنطقة الحدودية القريبة من أنطاليا ميلا واحدا. نتحدث عن حوالي الكيلومترين على حد ما تقول الصحف التركية. ويظهر مباشرة أن مثل هذه التقديرات اليوم هي تقديرات شديدة الأهمية، لأننا أمام تفصيلين هامين للغاية. التفصيل الأول أن تركيا تلغي شرعية وجود القوات الأمريكية هناك في قبرص وفي مناورات لارناكا، رغم أن هذه هي النسخة الثامنة. نيمسيس هذه أو الانتقام أو مناورات الانتقام هذه هي طبعتها الثامنة، يعني أن في الطبعة السابقة كان الوضع دائما مع لارناكا، دائما مع قبرص، لكن لم يكن فيها الوضع إلى حدود مايس هذه الجزيرة القريبة جدا من أنطاليا في حدود ما سمي بالميل الواحد، لأن ميل واحد على الجرف القاري التركي يعتبر تهديدا، فيما الأتراك يلعبون على نفس الحدود في الخط 28 شرقا، والخط 28 شرقا لم يحدد إلى الآن، لم يرسم إلى الآن ما بين مصر وما بين اليونان. ولذلك فإن وصول القوات هذه بالنسبة للمناورات إلى ميل واحد عن أنطاليا، وجدنا على أن الاتجاه الآخر هو العمل على الخط 28 شرقا، وهذا يعني أن الكل يلعب على حدود الطرف الآخر، الكل يرى على أن هذا الطرف هو يساير الطرف الآخر، وبالتالي فإن ما يجري الآن أن الكل يلعب على الحدود، وهذا الذي يدفع أكار إلى القول أن من الضروري إلغاء هذه المناورات فورا. وهذا التهديد هو تهديد شديد اللهجة، إذ يقول ستوب، يعني أن عندما يصل الوضع مع أكار أن يكتب ستوب ويلغي النفتكس الأمريكي، فإن هذا تطور استثنائي، وهذا الوضع شديد الحساسية لأكثر من ملاحظة. أولاها أن تركيا لأول مرة تلغي شرعية هذه المناورات وتدعو إلى إلغائها. المسألة الثانية أن هذه الطبعة الثامنة أو النسخة الثامنة أو الدورة الثامنة أو المناورات السنوية الثامنة، في 2020 كان الوضع مختلفا، لكن في 2021 وصل التهديد المباشر إلى واحد ميل عن الجرف القاري عن أنطاليا التركية، وهذا لم يكن مسبوقا. ولذلك فالوصول إلى مايس هو نوع من التهديد المباشر لجزيرة في 9 كيلومترات في قلب بحر إيجا، وهي الأقرب إلى الحدود، فكأن هذه الجزيرة وحدها تساوي تركيا من الاتجاه الآخر، جرف قاري بجرف قاري يدافع عنه الأمريكيون بهذه الشراسة، مما دفع تركيا إلى إلغاء النفتكس بشكل كامل واللعب على نفس الحدود في كما قلنا في الخط 28 غير مرسم بين اليونان ومصر. المسألة الثالثة أن بالنسبة لهذا الخط لم ترغب مصر في ترسيمه، لأنه سيدفع تركيا إلى الصدام مع مصر، والصدام أيضا ستقربه مصر ما بين اليونان وما بين تركيا، ومجرد إعلان الحرب هذا الذي بدأ بإلغاء النافتكس الذي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعتبر بمثابة مغامرة بين قوسين، أو على الأقل أن مثل هذا الوضع غير مسبوق على الأقل في العلاقات التركية الأمريكية. فسحب ترخيص وجود القوات الأمريكية والفرنسية والمصرية والإيطالية دفعة واحدة بالنسبة لهذه المناورات يعتبر بمثابة إعلان حرب بين قوسين على لارناكا أو على قبرص اليونانية الرومية حسب اليونانيين، لكنه في واقع الأمر فإن ما جرى أساسا بالنسبة للنافتكس
الذي حدده اليونانيون وصل إلى مرتبة متقدمة من الاستفزاز المباشر بخصوص ليس فقط قبرص ولارناكا وإنما أيضا وجود قوات متقدمة تلعب على الحدود مباشرة، وهذا يعتبر بمثابة صعوبة كبيرة في قبولها من طرف الأتراك. إذن إعدام الترخيص وإلغاء المناورة كما دعا إلى ذلك أكار يعد بمثابة إعلان حرب بالنسبة لإدارة بايدن، لأن مثل هذا الوضع هو وضع مأزوم ما بين اليونان والتركية، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم وصول اليونان بقوات وتسليح خارج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى هذا الوضع المتقدم في حدود الكيلومتر ما بين الطرفين. المسألة الأخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدفع بقواتها إلى جانب مصر في اتجاه هذه القاعدة، لكن سنجد كلا من فرنسا إسرائيل واليونان والقبارصة كلهم سعوا إلى ذلك، وهذا الذي أعطى رد فعل كامل من الأتراك بالوصول إلى الخط خط 28 شرقا، وهذا الذي يفيد أننا أمام تطور استثنائي بكل المقاييس. المسألة الأخرى أن ألكسندروبوليس وهذه القاعدة التي قال عنها أردوغان بأن اليونان أصبحت قاعدة أمريكية ليس لها ذاك الدور المحوري، رغم أن هذه القاعدة تحمي الحدود اليونانية عن طريق الجزر، لأن تركيا من جهتها يمكن أن تتعاطى مع ألكسندروبوليس بشكل مختلف لأنها موجهة إلى البحر الأسود، وهذا لديه ترتيب آخر يمكن التطرق إليه في فيديو مستقل. إذن هذه الوضعية اليوم هي وضعية مختلفة لأننا أمام إعادة تقدير شاملة بخصوص ما يمكن اعتباره أساسيا في الوصول إلى إعادة تقدير من جهة، وأيضا هذا هو المهم أن هذه العملية عملية مدروسة، لأن ما معنى أن تكون مدروسة؟ يعني أن الأمريكيين يقصدون هذا الحضور بهذا الشكل رغم أنهم لا يتقدمون، وأن حضورهم في حدود ألكسندروبوليس وليس في حدود ما سمي بالمناطق المتنازع عليها والجزء المتنازع عليها، لأن تقسيم إيجا بحر إيجا تقسيمه بين اليونان وتركيا هو المذهب الغالب لدى الأمريكيين ويقبله الأتراك، واليونانيون متحفظون عليه إلى حدود اللحظة إلى جانب الفرنسيين، والفرنسيون يدعمون ليس فقط الستة أميال في ما سمي بالحدود البحرية إنما 12 ميل، وهذا التمدد لديه أكثر من نتيجة سلبية. على العموم فإن كل القدرات الحالية وعلى العموم فإن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تمرير، وهذا مهم، فشلت في تمرير هذه المناورات التي كانت في وقت سابق تمرر وبدون أن تثير مثل هذه الضجر. تركيا تدعو إلى إلغاء مناورات تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثالثة أن جميع الطائرات إلى حدود اللحظة في هذه المناورات، لأنها بدأت قبل أيام وإلى حدود اللحظة لم يصل أحد إلى مايس بهذه الطريقة، لأن هناك إلغاء مباشر وتهديد بالذخيرة الحية انطلاقا من رغبة الجيش التركي وبحرية تركيا في إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيون من جهتهم لم يعلنوا طوارئ ولم يقوموا بأي أمر في ألكسندروبوليس، وبالتالي فإن اليوم مجرد أن تقف تركيا لإلغاء مناورات مباشرة أو الترخيص لمناورات تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا هو السبيل الذي يعطي إشارة حمراء للجميع ليتأكد أن هذا النزاع ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية يتطور وينحرف في نفس الآن، وهذا الذي لاحظه الجميع أمام الخروج لأكار
للدعوة إلى الإلغاء، واعتبار اليونان بالنسبة على الأقل لأردوغان أنها أصبحت قاعدة أمريكية. لذلك فالوجود الأمريكي غير مرغوب فيه بهذه الكثافة، وأن الدفاع الأمريكي على العقيدة بين قوسين القتالية اليونانية في هذه المرحلة يعتبر خطأ وخطرا على تركيا يجب تصحيحه فورا. وهذا يعني أن المناورات اليوم الأمريكية إلى جانب القوى الست هناك كلها تعتبر اليوم غير شرعية حسب الأتراك، وعلى الأتراك أن يتدخلوا في الوقت المناسب لحماية أمنهم. ولذلك حالة الطيران التي هي اليوم قائمة، وأيضا بالنسبة لتقدم هذا الوضع الشامل، كله يسير باتجاه أول إجراء تركي ضد الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء مناورات تتقدمها وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.